رجعنا من جديد في سبوتنيكس نحكيو على الترجي الرياضي التونسي والمشاركة في كأس العالم للأندية. البارح كان خرج بعض الأخبار حول التطورات في البطولة هذه. آخر الأخبار حسب لاجازيتا فإنه الفيفا تستنجد بالسعودية لإنقاذ المسابقة هذه، خاصة من أجل توفير الأموال وشراء حقوق البث في المنطقة العربية، لتوفير الأموال اللي باش تنجم تخلص بها النوادي إلى حد الآن. خلينا نبدأ معك أنت يا أحمد، البطولة قاعدة تثير في برشا جدل قبل حتى انطلاقها. هو اسلام الجدل رجع بعد اللي خرجته لاجازيتا ديلو سبورت نتاع الايطاليه اللي قالت فما امكانيه لالغاء المسابقه هذه لانه ما فماش دي سبونسور جاوا باش يقتنيوا البطوله هذه وما فماش نقل تلفزي نتيجه لتباعد مع المدن اللي باش يتم فيها تنظيم المسابقه هذه في امريكا. ما شجعش لي سبونسور وما شجعش التلفاز على انها تنقل الماتش هذه خاطر ما فيهاش عائدات. انا نتصور كما كنت تحكي انت الفكره الوحيده والا الفرصة الوحيدة باش على الأقل البطولة هذه ما تتلغاش أنه يتم نقلها سواء للسعودية ولا قطر، فكرة ممتازة على الأقل الملاعب تكون قريبة. لا ما مش في الناحية هذه، مش البلاصة باش تعطي فلوس باش تشري حقوق البث في المنطقة العربية، حتى إلى حد الآن حقوق البث التلفزيوني ما زالت مش واضحة شكون باش تمشي معناها، باش تعطي برشا فلوس في حقوق البث. أنا يعني قلت لك أنا هي أكبر مشكل تواجه البطولة هذه هو باش تتنظم في أمريكا في مدن بعيدة على بعضها. فما فارق في التوقيت، فما فوارق برشا فوارق، فما مشاكل كبيره اذا كان باش تتم البطوله هذه. الناس لي سبونسور ما يميزوش عليها، فما مشكل نتاع نقل التلفزي زاد ان اذا كان نشري لي الحقوق وبعد البطوله معناتها ما ترجعليش بالفائده وما نستفيدش منها، يعني في مشكله كبيره. ان شاء الله احنا البطوله هذه بما انه فيها الترجي مشارك ان شاء الله تقام البطوله هذه في موعدها وكل شيء، وان شاء الله يلقاو فيها حل في اقرب فرصه. وكا سيدا قاعده بتعمل في برشا اثار جدل البطوله هذه، خاصه الملاعبيه قاعدين تتشكى برشا، الملاعبيه اللي في اوروبا خاصه من لزنامة المقابلات وموعد المسابقه هذه. هي اول مره باش تصير وفي اول نسخه هي. اول مره تجربه صعيب برشا، 32 نادي tu ne peux pas satisfaire 32 clubs. فما مشاكل صحيح لكن فما تكذيب، فما زاد نشوفوا فما اللي قاعد يكذب. قول لهم راهو هذو اشاعات وما فما حتى شيء اولا. ثانيا مو فما حتى شيء رسمي لحد الان من فيفا، هذو فقط مواقع وصحف عالميه. برافو عليك. حاب يمشي لامريكا سي رضا؟ خليه يكمل. وانت ما تحبش تمشي؟ شمهزني نهزك معايا؟ لا ما نمشيش، ما لاش مدخنك، ما يقبلوكش في أمريكا. كمل سيدة هاي. فهمتني؟ إذن نشوف الأمور باش تحل، ما هيش صعيبة ما وباش تصير إن شاء الله الكوب دي موند. باش تصير إن شاء الله. إن شاء الله. ما لمن ضريت بتحب إيش تصير ظاهر من تعليقاتك. أيوة صحيح. لا مش من عباش كان معناتها نحكي لك أنا ديما نخافوا على الملاعبية. لا لا بربي ما تخافش، خايف على جوارات تاع انتر، خايف على جوارات انتر. لا بيان سور ريال مدريد خايف علينا جوارات. لا باهي تكمل السيزون سافوار واحد. شكون اللاعبيه اللي باش تكمل السيزون؟ مش مدخلك انت في الملاعبيه تاع انتر وميلانو؟ مش مدخلك؟ اي اي علاش خايف على الملاعبيه؟ مالوين خايفين على الملاعبيه اخويا، على البليسور وكل شيء. زيد انا راه زيد الحقيقه نتاع ربي زيد. اسمع سيدي الضحكه ذي ظاهر تغيير تصريح مروان، ظاهر غيره على الاخر. تعرف حاجه قسما بالله هذا عجوبه، اسمه عجوبه اللي سماك اللي سماك الاسم هذاك انا مانيش موافقه. انت اسمك مروان عجوبه، عنده مرض اسمه الترجي الرياضي التونسي. لو ما كانتش مشاركه الترجي راهو يقول لك لا لا لازم تصير الكوب دي موند هذه ودرجه. يا خويا امنيتك شنو؟ يا خويا يا خويا ان شاء الله تصير. خنشوفوك غاديك في امريكا ان شاء الله. ربي معاك نلعبوا فينا ان شاء الله. ان شاء الله احنا والمان سيتي ديما نشجعوا الفرق التونسيه في الكوب دي موند دي كلوب في امريكا. ريت اسبيرونس والمان سيتي. ريت علاش هز الموت ريت هز الموت يغلط في العباد اللي حكينا فيها احمد. ريت يغلط يا ودي، حط ساقيك على القاعه شويه معنا يا ودي. لا لا ربينا فوق. انا ديما هكا بين الضوء وهواء. ناخذ تعليق ما عندك على المسابقه هذه. اظن كما قلتوا انتم اذا كان الاخبار صحيح الجريده هذه هبطت اخبار صحيح. انا بالنسبه لي انا فشل من الفيفا الحقيقه. الفيفا راهو نحكيو على حاجه كبيره، ما نتصورش كان توا قبل
قبل لشهره باش تجي تقول لك ما لقيتش ما راهش كون باش يمول ولا كيف اصلا مش نقص فلوس والتنظيم نتاع الفيفا والصعيب معناها. وتعرف انت اي بطوله حتى نور افريك كي تبناها الفيفا تولي عندها كاليبر اخر. تصور انت الفيفا من 37 فريق ومن بعد تقول لك سامحني راهو ما نجمناش وعارف شنو الانطباعات. فما بعد نقول لك حاجه فما بعد في الترجي قصت وريزيرفيت ومشيت وتعرف والفيفا من بعد تقول لهم لا راني ما عنديش صعيبه شويه الحقيقه انا بالنسبه لي شو قصت مختارش معناتها قصت معناتها ونخذت سكرها هي كلمة صارتش يمشي يعملوا فاكونسي يحوسوا على الرواح كيفاش انا فاكونسي نحكي لك على جمهور الترجي يمشي فاكونسي معناتها واحد قصت امريكي خساره هي ماهيش خساره معناتها كان ما صارتش يمشي يتفرج على الرواح الجمهور هذا جمهور فما ميامي لوس انجلوس الجمهور هذا الناس باش يمشي يتفرج في جمعيتي مازني سياحة انا ماشي نتفرج على الترجي اللي هي مره كثير وحاجه اخرى اذا كان زاد اسلام الحكايه هذه صحيحه فما بدايه فشل وحصل والسعودية ولا الخليج منع الدورة هذه ما نصورش كم تصير فما نسخة ثانية إذا كان الدورة هذه بالمشاكل هذه اللي بدأوها نصور دورة باش تخف كما ترى الكوب داراب كما ترى كذا سلام علاش ما تحاولش تتصل بانفانتينو انفانتينو اتصل بيه ويعطيك الصحيح واضح باهي خلينا نكمل نحكيو على مقابلة غدوة ناخذ كلمة قبل ما نكمل الحصة نتاعنا اليوم سي بي سليمان قفص الكلوب العمران والسي اس اس خلينا نبدا مع مقابلة السي بي ومستقبل سليمان معاك مروان كيفاش تشوف الماتش هذا بين الزوج جماعيات هذو زوز فرق الحقيقة نرى معتا نفس النيفو على اللي ريتهم معتا بداية الموسم ممكن الأكثرية اليوم السيابي زيدا كيف راي مطالبة بثلاثة نقاط نفس سليمان إن شاء الله معناتها كما نقولوا راهو مقابلة تليق بزوز فرق والأجدر إن شاء الله هو اللي يفوز السيابي مرتبة 12 بنقطة واحدة وسليمان لحد الآن صفر نقاط حققت حتى نقطة وضعية صعيبة بداية موسم كارثية لمستقبل سليمان ما نحبش نقول كارثية بين بون زوز معناتها زوز مقابلات صفر من النقاط اللي يظلي ما فما حتى خيار آخر المستقبل سليمان لازم على قليلة أقل حاجة ثلاثة نقاط ضد النادي البنزرتي البنزرتي سيدا العمران والسي اس اس السياسيس الخامسة بأربع نقاط العمران الثامنة بثلاث نقاط فوز وهزيمة السياسيس فوز وتعادل مستوى يبدو لي في الترتيب متقارب بين الفريقين لكن فريق الأمكانيات البشرية ظهر لي مختلفة بين الزوز جمعيات لا حتى شبيبة العمران سمحني أخويا سلام شفتها تلعب مع الكلوب أفريكان الماتش اللي شفته وأنه عندها فريق يلعب وسان كومبلكس تقول جمعية ماهيش طالعة السنة تقولش عليها عندها فترة وهي تلعب في الناسيونال سيت ماتش كي تري ديفيسيل لكن اللوجيك والمنطق تقول لي انت البرونوستيك يقول لك سي اس اس لكن راهو ان ماتش با اتر تري ديفيسيل للسي اس اس وللجي اس او باه الكلوب وقفصة في قفصة قالوا في الكلوب لولا ست نقاط زوز انتصارات بون خاصة بعد القرار نتاع الاحتراز اللي خذيتهم احمد وفي مقابل قالوا في القفصة لحد الان زوز هزائم في زوز مقابلات المستوى يبدو لي متباين بين الفريقين ولو انه ديما تنقل قفصة صعيب لا فوارق كبيره يعني فريق القوافل السنه يعاني في معاناه كبيره لا فلوس يعاني تقريبا في مشاكل لا تحصى ولا تعد تهدد معناتها كيان الفريق وتهدد استمرار الفريق لبطوله الرابطه المحترفه الاولى في المقابل النادي الافريقي يعني يمر فتره كبيره عنده 6 نقاط طموحاته كبيره السنه النادي الافريقي رصيد بشري ممتاز مدرب معناتها تقريبا من اقوى الكفاءات اللي جات لتونس فرق كبير بين فريق معناتها باش يكون اقصى طموحه انه يقعد في بطوله الرابطه الاولى وبين فريق قادم بقوه فريق يحب ينافس سنة على البطوله فريق يحب ياكد اللي هو جاهز سنة باش ينافس الترجي التونسي وبقيه الفرق الاخرى في البطوله يعني تقريبا انا ما نتصورش باش النادي الافريقي يلقى مشكل كبير بانه يفوز على القوافل اذا كان عاد النادي الافريقي يلقى مشكل باش يفوز على قفصه في الوضعيه الحاليه يا خيبه المسعى لا لا احمد رسم عصمة ابارا ذير كل حين من كل شيء تشوف الأرضية الميدان متاع قفصة الحقيقة خطر كبير على الملعبية وأنا أكد لك إن شاء الله على قليلة نحينا من النتيجة إن شاء الله الملعبية يروحوا سالمين وخطر راي إسلام أرضية كاتاستروف متنجمش تلعب فيها سامحوني باحتراماتي للقفاص وأنا نعرف تيران قفصة كان من أحسن تيرانات راو يخوف بالحق يخوف على ملعبية أنا أقول ردوا بالكم وكاو السلام برا باش نسأل يا أخي لجنة صلاحية الملاعب في 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 غازون كيما هذاك
يا اخي ما تخدمش. راهو ملعب سليمان اللي هو تارتون ما نعرفوش شنو المشاكل اللي فيه باش تلعب في قربه، لكن راهو رينا في التلفزه راهو تو تشوف تو تشوف تيران قفصه. راهو الجمعه اللي فات في تا والجمعه هذه بالمنعش بالوضعيه اللي باش يكون فيه يا اخي لجنه صلاحيه الملاعب يا اخي ما تشوف كان ليفيراج ما تشوف كان الواحد ولا حتى ملعبيه قفصه. سليم انا اسمعني اسمعني، وحتى لعبت في الملعبيه نتاع قفصه خاطر يترينيو فيه ويعرفوا التيران، والارضيه الجازو ابار حتى محفر الجازو عالي ياسر وهما مستنسين به يترينيو فيه معناتها غاديك يساعدهم ضد الفرق هذوما. ماذا بيا يلعب غاديك خاطر ما تلقاش لعبه للكلوب فهمت وبرا ذيك حتى مصلحه الملعبيه راهو خالي. يقول لك عزيز الحامدوني الناطق الرسمي نتاع مستقبل سليمان ان شاء الله الوضعيه مش كارثيه بعد الانتدابات اللي صارت باش يكون الفريق بوجه اخر في المقابلات ان شاء الله. هذاك نتمنيو لسليمان نحن. باهي مختار خلينا ناخذ رايك في تعيينات الحكام. قفصه الكلوب الحكم امير العيادي، معاه باش يكون احمد الزوادي، وسام بوغطاس، ايضا حسني النايدي هو الحكم الرابع، سيابي خلينا ناخذ رايك على هذا من بعد نجيك بقيه التعيينات. امير العيادي كونفيرمي قاعد يعدي في ماتشوات، وهو راهو سياسه اللجنه توا السيد المشرف العام قال لهم رجعت مشرف العام سيد ناجي الجويني. السيد ناجي الجويني السياسه نتاعو كي اجتمع بالحكام قال لهم راهو العباد الكل اللي قدامي باش تاخذوا ماتشواتها، معناها نحكي عن ناسيونال ا، ومن بعد راني باش نصفي فهمتني، معناها راهو مش العباد الكل باش توصل معايا للاخر الموسم. قال العباد الكل راهو باللي جورني باش نوصل للسادس جوله راهو العباد الكل باش تاخذوا فرص، ومن بعد العباد الكل باش تاخذوا فرصهم. التوا فما عباد مازالت ما خدتش فرص نتاعهم، ان شاء الله يجيو الواحد كيما مجدي بالله، فما برشا فما برشا ايمن النصري مازال ما خدتش الفرصه نتاعو، ماذا بينا الراوة واعطيه فرصته. هو الوحيد من اللي زربيت في الآ اللي كانوا يزفروا قبل ما رجعوش هو ايمن النصري. نعيم رجع الكل رجعوا، ايمن النصري علاش ما نعرفوش ما نعرفش قاعد يزفر قاعد يمشي كاتريامات قاعد يزفر في البي يخرج في ماتشواته. عاد ماتشوات كبار نتفرجوا فيه ليتوال الكلوب 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 سي اس اس هذول ليتوال مستير. عاد الحقيقه ايمن النصري نستناه يرجع وبون شونس ليه، ورغم انه هو مدرب الحكام هو اللي يدرب في الحكام. من الوجوه الجديده ايضا عبد السلام بن مامي، عبد السلام مامي باش يكون حكم مقابله سي بي ومستقبل سليمان. المساعد الاول مروان سعد، معاه ايضا عبد الحميد الفقيل، الحكم الرابع هو محمد علي قروي. كلا الاربيتر هذا عمل عامناه الماتش في الا خذا فرصته المره هذه من مستير هو الحقيقه ريت ماتش مسكلي عليه. السيابي عندها مشاكل يذولي في جمع النقاط، سليمان كيف كيف، معناها الحقيقه الماتش ان شاء الله ان شاء الله ما يصعبش عليه، ولازم يكون قريب من ليزاكسيون ويحاول كيفاش يخرج من الماتش باقل الاضرار. احمد الزوادي باش يكون حكم مقابله العمران والسي اس اس، زياد الزويوي معاه مساعد اول، ومعه ايضا رياض بوشلاغه مساعد ثاني، وجليل السحباني هو الحكم الرابع. كما الماتش هذا مثلا راهو في احمد الزوادي مش من تونس، زياد الزويبي بريمير اسيستون مش لاغا من نابل، اي من نابل معناها يذول السحباني بن زرت معناها التوجه زاد نتاع اللجنه ما يمشيوش جروب كامله من نفس الليغ. انت مع التوجه هذا ولا لا؟ اي علاش ليه علاش ليه؟ اذا كان يراو اذا كان نجحت هي تجربه، ما كناش الحقيقه نحن كنا من تونس العاصمه نخرجوا الكل مع بعضنا ونمشيوا الكل مع بعضنا نعرفوا بعض. هو توجه ينجم يكون ما يصيرش توا، يصير في الماتشوات الكبار توا حاليا. انا كي يبدا ماشي معايا زوز ولا ثلاثه ماتشوات مروان وسيريذا نعرفهم حتى بالعينين كفرون مش كفرون خرجت ولا ما خرجتش نتفاهموا، ونحن مع يكون فما تفاهم وتناسخ بين انا راه بريسيون كبيره ماتش الكلوب وماتش فيقس والعمران، خاطر علاش نعرفوا العمران اللي تظلم ماتش النادي الافريقي، واليوم ما عرفش كان تتكرر مره اخرى الاخطاء ممكن راك ما نعرفش. انا بالنسبه لي انا الماتش احمد الذوادي راهو مش كيما مامي، عدى ماتشوات واربيتر زاد تو تشوفوه ينجم يخرج جاي ماتش تاعته. القمه نهار الاحد ستاد ديسبيرونس في رادس باش تكون بقياده سيف الورتاني، مع ايمن اسماعيل محمد بكير وخالد قويد الحكم الرابع. كيف كيف سيف من الحكام هذوما اللي ريناهم عمناو هو مفاجأة الموسم عمناو الحقيقة. نتذكرش ذكر سلام ماتش الكلوب ومستير عمل ماتشوات كبار. أنا بالنسبة لي أنا سيف توا حاليا شد طريقه
اي ماتش باش يجي راهو باش بحول الله بالليليغونس اللي ريناها بالتصفير نتاعو باش يكون ان شاء الله. ان شاء الله انا ديما نقول راهو مش الاربيتر ان شاء الله جوارات يسهلوا عليه الماموريه وخصوصا خصوصا المسؤولين هكذا هكا البنك يبدا يسف يده ويعيط ويحب يدخل الجازون على شطر توش وعلى شطر كورنير وعلى شطر كذا. هذه ما تراها كان في تونس مجدي بليغ قلت ما خذاش فرصته انت اي هاو معايم في مقابله مستقبل جيبس والاتحاد الرياضي للمونستيري معاه مجدي الهادفي ومن الله الحجري وخليل الجري. مجدي نحب نبارك له توا. مجدي كفاءة الحقيقة عنده مدة يخدم كيف كيف من الحكام اللي بتات تلوع متاعو كما قلت لك. التوجه متاع إدارة الوطنية للتحكيم كونها تعطي للعباد الكل ومن بعد نحب نقول لمجدي ولا أولاد الكل رد بالكم على رواحكم راهو الفرصة تجي ما تعاودش مرة أخرى. كان غلط معاش كلوم على اللجنة باش معاش تعينك هاك تشوف ضغط كبير متاع ماتشوات ما عليك كان تنجح باش تواصل الطريق. تحية لأمان الله كنا نزفروا مع بعضنا كان معايا في جينا مع بعضنا شدينا ماتشوات بوسان ولا جينيور جينيور ميني نسيت الماتش هذاك حد علاش علاه تقزم فيا خويا حبيت ندز فاز خويا علاش انا مشيت للكاتيجوري باهي انت اه هاو خويا ماكش مراجع دروسك انت خويا لا مش مراجع الحقيقه لا برشا تليفونات اليوم وجاي مخر ماكش مراجع دروسك برشا مادام انت نسيت الفاز خويا بالوقت راني راجع حالك راه ايمن الناصري خويا معين في مقابله بن قردان والأولمبي البيجي معها مهدي بسرور ومعها أيضا مهدي الحباشي والحكم الرابع هو عبد الحميد بدر الدين. مبروك الأيمن رجوع مبروك المهدي بسرور زاد رجوع كما قلت لكم يا الأولاد استحفظوا على بعضكم حاولوا عاونوا بعضكم تدخل الماتش مركز تكمل للتسعين إذا كان زدت عشر دقائق بعد التسعين تقعد مركز حتى الدقيقة الأخرانية. كفاءة أيمن الحقيقة مسحقت له البطولة هنا الماتشوات ويعيطوا له أيمن. فرحت برشا الرجوع أيمن ومجدي بالله الحقيقة خاطر قراب ليا وإن شاء الله إن شاء الله كلمة في كلمة بقيت تعينات وليد المنصري باش يقود مقابلة لتوال تطاوين مع عمر الرياحي وكذلك مروان العمراني حكم رابع هو حسام بن ساسي. حسام الحاج علي باش يقود مقابلة جرجيس والمتلاوي معاه ناجح بن عويشة كذلك ياسين السعداوي أمين فجير هما ذوما التعينات الحكام. مستقبل جابس كما قلت حكينا عليهم مجدي بلاغة قاعدين نلقى في صعوبات خاطر برشا حكام جدد ما يش مستعود بهم برشا سامي جديد هذه كما قلت لك باش تراها سامي برشا جديدة في طوص. إن شاء الله السياسة متاع اللجنة تنجح. أنا بالنسبة لي أنا ما يحسب للجنة هذه وعلى رأسهم المشرف العام فهمتني اللي بالحق عطاو فرصة للأولاد هذوما اللي يتعبوا راهو كي تخرج الديزيناسيون ما قاوش أساميهم يتعبوا. أنا شو نقول شكرا للجنة اللي عطات فرصة الأولاد. الأولاد ما عليهم كان يبرهنوا الوضعية متاعهم رغم أني أنا كان جيت في بلاصة المشرف العام بالجو اللي حاصل وبالواحد نعطي ماتش صادق نعيم نهبط السبعة انترناسيونو وبعد نزيد ماتش للواحد منهم الصغار هذوما. برافو للجنة خويا يخدموا على رواحهم ربي يعينهم فيهم مين برك الله فيهم وليد حراق فيهم برشا عباد راهو مخصة وقت كبير باش ترى الديزيناسيون هذه راك يا سلام واضح حتك صحة شكرا لك مختار دبوس بسرعة عايو كمان نحب نسأل خويا مختار السني في باركينج برا لا 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 بجد بجد علاش معاش زفر انت انا مش نزفر انا حتى رون بوين ماش نزفر فيه انت وقفت ولا هم وقفوا لا انا 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 وسيم بن صالح الوحيدين اللي زادنا وديع الجري عام بعد ال45 نحن حدنا ال45 اما زادني عام وديع ربي خفف عليه زادني عام وعاقبني عام خويا تو ويكاند اسمع كملنا الاولاد جست ويكاند برك حاجه برك خويا باش انا مختار باش نمشي ويكاند مع سيري ذا شكرا لك مختاراتك صحه مروان شكرا سيري ذا احمد صالح بارك الله فيك شكرا للاولاد فريجيه اجمل تحيات اسلام المتف